مشاكل وكده، لكن انا باكل عيش لغايه ما ربنا يسهل. بس ما فيش حاجه في دماغك لسه تسهيلات ربنا دي عامله ازاي؟ نفسي ربنا يكرمني وابطل منها واعرف اشتغل ايه؟ ايه؟ يعني حاجه ما فيهاش شبهات وخلاص. حاجه ما فيهاش شبهات؟ خالص. ده يعني انا بسمع سعد جديد. اه لا سعد الصغير، سعد الجديد. كنت بموت. ولو تسالني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. بمنتهى الصراحه. قول تاني كده. لو سالتني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. هتقولي لا ده فين، انا بقول لك انا معتقد بكده. هتقولي طب هتضيع فلوسك فين، اقول لك سيبني مع ربنا انا وانا حاضر. لا ماليش دعوه بفلوسك وانا شوف هعمل ايه وانا هعمل ايه. وانا انت دلوقتي مقتنع ان اللي انت بتعمله حرام؟ اه حرام. وعايز تبطله؟ عايز ابطله. مين اللي وصلك الاحساس ده؟ حد كده. لا حد. لا حد، شيخ صاحبي كده قعد معايا وقال لي خلي بالك كده، حاول تصلح الموضوع دوت، تبعد عنه باي طريقه. وفضل ربنا كل يوم بقى الدين حديث وبتاع وحاجات كده، وانا حاسس ان شغلانه. قال لي قول له حلال، يبقى هو يبقى انا الشيخ، هو قايل لي حاجه غلط عايز كده، ماليش دعوه. كل واحد وشيخه. كل واحد وشيخه. انا اللي الراجل اللي معايا قال لي حاول تبعد عن الشغلانه دي وخلاص. طب انا بعمل فيها ايه؟ حرام. حرام. بيني وبينك كده، لما وقعت في المرض ربنا ما يوقعك تاني ابدا يا رب، حسيت ان اللي انت عملته هو السبب، او اللي انت بتشتغله واللي انت بتعمله اللي انت شايف دلوقتي ان هو حرام هو سبب وقوعك؟ لا هو سبب، مش هو موعظه من ربنا. موعظه؟ اه موعظه ربنا بيقرص ودنك. بص بس دي قرصه كبيره بقى، مش قرصه يعني واحد يحصل له مغص مش عارف ايه ولا درس يقول له بص يا ربنا. لكن دي دكتور بيقول له لو الساعه 6 على التالت هيموت يعني، فدي موعظه كبيره قوي قوي بفضل ربنا سبحانه وتعالى. فنفسي ربنا ياخد بايده يعني، يشن من الحته دي عشان انا تعبان.